من جديد كنرحب بكم أوفيانا الكرام، انتم معنا في برنامجكم صحة وسلامة رفقة الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. والموضوع ديالنا اليوم على الكلي والنظام الغذائي. غادي نمشيو باش نتواصلوا معكم مستمعينا الكرام، وناخذوا في أول مكالمة معنا أحمد على الخط من سويسرا. أهلا وسهلا بك أحمد. السلام عليكم أستاذ عفاف. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك والدكتور أحليمي والكافة القائمة القائمين على المنبر الإعلام المرموق. وإحنا من خلالك أحمد كنحيو كل مغاربة اللي هم مقيمين في سويسرا وأيضا في أي دولة أخرى، كل مغاربة العالم، مرحبا بك. شكرا جزيلا. أنا التساؤل ديالي هو أنه الموضوع هو الكيلي اللي نظر الاحتفال باليوم العالمي للكلية. المشكل هو اللي يتعلق بالزوجة ديالي، يسقط في الفخ ديال إدمان المخدرات الأفيونية، سكون نابيلون لونغ فرانسيز لي ميديكامون أوبياسي، واحد الشكل رهيب. بعد 4 ديال العمليات ما عطاوش الاكل ديالهم وكتبقات الالم مستمره، وهادو كتاخذهم على اساس باش تخلص من الالم، فقط تخلص من الالم هذا. ماشي باش والسكينات الاثر ديالهم كان كبير على الكيلي بطبيعه الحال، يعني الجرعه اللي كتكفيها الشهر ولات كتاخذها في يوم واحد. لا حول ولا قوه. جرعه الشهر كتاخذها في يوم واحد، جرعه الشهر كتاخذها في نهار واحد. نعم، على سبيل المثال زيادة على الأقراص المنومة، كانت في الأول كتاخد نصف قرص باش تنعس، الآن كتاخد 30 قرص في اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 30 قرص في اليوم. وما عطات دخلت الآن المركز الصحي، بقات فيه أكثر من شهر باش يحاولوا يوقفوا لي هذوك الميديكامون. من بعد ما خرجت كانوا كيديروا لها انجيكتيو لها دوز ميديكامون باش يحاولوا ينسيوها في هذوك لي ميديكامون اوبياسي. من بعد ما الان خرجت اصبحت دائما كترتعش، عندها كيل كتغوت، كدير بزاف ديال المشاكل، بغات مره اخرى تحصل على هذوك الجرعات. وبقى المشكل ديال الاقراص المنومه بقى قائم، خصها الا ما خداتو غادي يكون مشكل كبير. وزياده على هذا الشيء كله في اخر عمليه تحت واحد الفخ اخر اللي هو السكر. من اسمح لي احمد، غير التحليه من بعد ايش من عمليه؟ من 2016 ايوه، فاش كانت اخر عمليه تولد عليها السكر. السكر الان دائما من عمليه هذه؟ عمليه على مستوى العمود الفقري. على مستوى العمود الفقري، نعم. كان انزلاق غضروفي، الان عندها مقومات كثيره في الظهر ديالها، ولكن بقى المشكل لان كانت اخر عمليه تولد عليها انفيكسيون، بدا كيخرج هذاك الايتر القيح ولا اسمه واحد المده طويله، ولكن المشكل الان هو السكر دائما 3 غرام، مع العلم انها كتاخذ الانسولين بالجرعه ديال 4 ديال الوحدات زياده على الاقراص، وكيبقى السكر دائما مرتفع. والان دروك المشكل هو الان عطوها ادويه اخرى مخففه الالم، ماشي اوبياسي، ولكن المشكل هو الاقراص المنومه. احنا دروك في واحد المعاناه كبيره، 40 وحده كتاخذ ديال الانسولين باش ديال الانسولين انجيكتابل زيادة على الأقراص ديال نعم. واخا كي داير نظام التغذية ديالها؟ مع العلم حنا النظام ديال التغذية كنستهلكو دائما الخبز، كنديروه في الدار دائما، لأنه كنعرفوا بأن الخبز خارج الدار هادو كلهم داخلين فيهم الشحم ديال الخزين، وكناخذوا دائما أكثر بكثرة الخضر. فوكي بحيث كنديروا الطاجين ديال العادي تقريبا هي عندها واحد الخبره كبيره في الطبخ المغربي، كتطبخ دائما اشياء اللي الحمد لله ما كان عندها حتى شي مشكل على مستوى المعده ولا اي شيء. نعم، هي سويسريه ولا مغربيه؟ اسمح لي على السؤال احمد. لا مغربيه. مغربيه. نعم، شحال في عمرها الزوجه ديالك؟ شحال في عمرها دابا؟ العمر ديالها هي من المواليد ديال 1970. نعم واضح واخا، ولكن معاناه كبيره. وبغيت نعرف باش لان الغريب في الامر انا تسالت امام الاطباء، قلت لهم علاش كتعرفوا بانه سون دي ميديكامون اوبياسي، علاش ما كتخبروش هذاك المريض من قبل بالخطوه ديالها وبانها كتولد الادمان؟ اييه راه في الوقت فاش كنقولوا فاش كنخبروهم
الزروعات اللي كتاخد راه كلشي كي كي كيتفاجئ شي حاجه راه شي حاجه راه ما كتصورش على بالك. واضح السي حميد ولا شكرا. اللي كان كيساعدها هو انها كانت كتستهلك الماء بكثره تقريبا 7 ديال اللترات في اليوم. الماء هو اللي كان كيساعد شيء الماء باش يخلص من ديال هذوك. لا نعم واخا سي احمد غادي نجاوبوا على السؤال ديالك وشكرا جزيلا لك على التوضيح والتفصيل اللي انت تكلمتي به على الحاله ديال الزوجه ديالك. شكرا جزيلا لك استاذ احلامي. ربما الانسان الا كان غير كيتكلم وسمع مثلا هذه المعلومه ديال واحد السيد تكلم على الزوجه ديالو شحال كتاخذ في الجرعات ديال الانسولين وديال الاقراص 30 حبه في اليوم ديال الاقراص المنومه ربما غيقول لك هادشي راه ماشي صحيح وقيل هادشي غير نعم ولكن هذه حالات اللي هي كاينه وهو واقع وهما حالات اللي كاينين في بزاف ديال الاسر. استاذ احلامي كنت دائما كتنادي على انه حق المريض ان ذاك الطبيب لما غيوصف ليه واحد الدواء كنا عطينا سبيل المثال ودائما كتعطي المثال غير حبوب منع الحمل كتقول ان الطبيب قبل ما يعطيه للسيده يشرح ليها الا لا حبوب منع الحمل اللي غتاخذي ها شنو كيديروا ها المضاعفات ديالهم ولكي كامل الحريه ولكي كامل الاختيار والقرار كيرجع ليك. في سويسرا استاذ احلامي باش نعرفوا هادشي راه ما كاينش في المغرب باش ما نبقاوش دائما غير نظلموا بلادنا والكفاءات ديال بلادنا. السيد راه في سويسرا قال حتى الاطباء السويسريين ما شرحوش السيده هذا الدواء اشنو كيدير هذه الاقراص فين ممكن توصلها. هي دابا في حاله ديال الادمان دخلت حتى المركز ديال المدمنين باش تحاول انها تخلص من هذوك الادويه ودابا راه كتحاول انها تحصل عليهم باي طريقه. نعم هو فعلا سيدي عفاف لما كتكون انت في حبه في النهار كتولي 30 حبه في النهار نعم. يعني معدل حبه وشي حاجه في كل ساعه نعم. فهذا بالنسبه لي انا صراحه لاول مره كنسمع هذا البروتوكول نعم. يعني اول مره انا اللي غادي نقول الاخ الكريم هو ان كثره الماء اللي قال كتشرب 7 لتر ديال الماء في اليوم نعم ضغط كبير جدا على الكلوي وعلى القلب نعم. هذا شيء يعني ما نزيدوش الطين بله هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان هاد باش يفهموا الناس نعم. هاد شنو لوبيوم لوبيوم او لي زوبيويد هما عباره عن مواد فيها بزاف كاينه بعض الامور استعمالات غير القانونيه في الموائد في المسائل ديال المخدرات والمسائل هذه وكاين بعض الاستعمالات الدوائيه وخصنا نعرفوا باللي حتى النبات وحتى بعض الاغذيه ممكن تعطينا هذا المفعول هذا ديال بحال الاوبيويد. كمثال مثلا الجلوتين هو قال الاخ الكريم انه كيدير الخبز انا متاكد مليون في المئه ان الخميره بالليل ما غيكونش كيديرها. علاش؟ لان الجلوتين موديفي جينيتيكمون او الجلوتين اللي هو مغير وراثيا كيعطي هذا المفعول ديال بحال لوبيوم بحال هذا ليفي ديال لي زوبيويد. ها علاش كنقولوا الناس حنا اول حاجه الخبز كتكون بالخميره البلديه فين ما جبدنا كنجبد هذه الخميره البلديه راه على ود هذا الشيء هاي التغذيه غتعاونوا. النقطه اللي غتعاونوا كذلك هي اذا يقدر يصوم لو جون ما كنتمناه الاخت كريمه الشفاء العاجل ولكن حاله صراحه حاله يجب الاطلاع عليها. واش كاين الحل؟ كاين الحل دائما يوجد الحل. المشكل هو من سيعطي الحل والمشكل اين الحل والمشكل شكون اللي عنده الحل. اما الحل دائما موجود. الناس اللي يجي عندك المريض وتقول وتشوف ان القضيه معقده قول له اخويا سير جري على راسك انا ما قادرش. اما باش نبقى نقول له انا جاو عندي بعض الاشخاص هذا الاسبوع سولوا بعض المختصين كيقول له شنو ناكل انا عندي سرطان كيقول له كل شيء ان شاء الله عندي حلقه خاصه على هاد كل شيء. انا ما عارفش علاش لانك ملي كتجاوبوا بكل شيء انت جاوبتيه. حنا بغيناك الا كنتي ما عارفش ما تجاوبوش قول له سير ابحث سير عند شي مختص سير. اما ملي كتقول له كل شيء راه عطيتيه الجواب وعطيتيه المعلومه وغيمشي هو غياكل كل شيء وهادشي اللي كيوقع هذا. فاللي غادي نقول الاخ الكريم لانه ملف طبي ماشي معقد ولكن نوعا ما خصو واحد الدراسه وخصو واحد التتبع وخصو واحد المساله. فاذا قدر الاخ يتواصل معي ياخذ الهاتف ديالي الحاله يجب لان الملف طبي دقيق يجب اننا نفصلوا فيه. للاسف ما نقدروش بهذه المعلومات هذه فقط اننا نعطيو الاخ الكريم. اللي غادي نقول له انا هو ان التغذيه غتلعب دور كبير بزاف. علاش؟ لان التغذيه هي اللي كتخلي الانسان انه يرتاح والتغذيه لها دور في الانفلاماسيون والانفلاماسيون هي اللي كتعطي الالتهابات. وشوف الاخت الكريمه بداها المشكل غير بالانزلاق الغضروفي. انزلاق غضروفي وكنقول للناس باش تعرفوا ملي كيجي الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي كيجي من كثره النعاس. الانزلاق الغضروفي كيجي من ضعف العضله ديال الظهر. الانزلاق الغضروفي كيجي من الهاتف اللي كنقيلو النهار كامل وحنا الراس ديالنا هابط عليه.
باش نصحوا هذه المساله هذه. وعندنا دي بوزيسيون اونتالجيك، ناس كيجلسوا على كرسي يمشي بطريقه صحيحه، ناس كيجلسوا في السياره يمشي بطريقه صحيحه، ناس جالس فوق الشداري عنده في الدار يمشي بطريقه صحيحه. استاذ حليمي اسمح لي غير بيناتنا، سعيده عقال معايا في الاخراج قادت الجلسه ديالها، برافو ليها. فاش كلمتي قلتي الناس ما كيجلسوش؟ لا فوالا دابا هانتي دابا الا خدينا المثال، تحيه للاخت سعيده، الا خدينا المثال دابا راه حنكونوا جالسين واحد الجلسه معذبه. نعم. ولكن كيقول لك الناس انا مرتاح، هذيك كيتسموا لي بوزيسيون اونتالجيك. تصور استاذ عفاف اكبر المنابر الاعلاميه في العالم، اول شيء خصك ديره هو انك اذا كنتي في قسم الاخبار ولا كتقدم الاخبار ولا خاصك تكون تجلس لا بوزيسيون صحيحه. اول حاجه كيعلموها لك في معهد الصحافه والاعلام لما كنتي اختاريتي الشعبه ديال التلفزيون هي الجلسه ديالك كيفاش خصك تجلسها. تجلس مزيان. حنا حنا دابا كتلقى شي وحدين نقص لهم واحد 4 سنتيم في الطول ديالو ما عارفش علاش. نعم. كيمشي عبر راسه كيلقى راسه الطول نقص له. فهاد المسائل هادي هاد المسائل الاساسيه. فشوف منين بدات. بدات من هاد المساله هادي ومشات ولا في الانسيون ودخلنا لهاد الدوامه. فكنتمنوا لها ونتمنى في هاد يوم الجمعه الناس اللي كيتسنطوا الشفاء العاجل للاخت الكريمه ان شاء الله باذن الله وكل مرضى المسلمين.